قلبك يتشيلي اللي في قلبك، النكت السوداء ويبيض، فلما يبيض هتلاقي نفسك منزاعة لأوامر العزيز. ربنا سبحانه وتعالى عارفين يعني الآية بتاعت ولا تنسوا الفضل بينكم، عارفين في الخلاف في ايه؟ حد عارف؟ في الطلاق. فإذا كان في الطلاق يعني الناس وهي بتطلق ده بينهم فضل، يبقى الناس وهي عشان مع بعض ايه؟ وتفسحوا وخرجوا ما تحكيليش، كانت تحكي لك بس المشاكل. طب ما انت برضه في حاجات كويسه كانت المفروض تحكيها. بقى قاعده في البيت مفيش احتكاكات مفيش خبرات، فبعد مثلا 20 سنه يبص يلاقي يقول لك ايه، انا بكلمها لان انا بتكلم هيروغليفي. الحمد لله انا مبسوط جدا في الجواز وسعيد لدرجه ان انا بفكر بفكر اتجوز تاني يعني. هتلاقي في المرحله دي مثلا يروح يتجوز واحده تانيه عشان تفهمه. بصي يعني لو انت قعدت تبص في المشاكل هتلاقي نفسك ان انت في الصراحه الجواز. عيش الحياه كلها مع بعض، كل مشاكلنا كل حاجاتنا خليهم كلهم في حد كبير، بس لا مش اعملي مجهود يعني الحياه كلها تجارب ازاي تنمي مجهود. اخد الماجستير ولا اسمح لنفسي مهما كان هذا الشخص طالما انه هو ليس زوجي وليس هو ده اللي انا مرتبطه بيه ان انا اقف معاه لوحدي. وتبقى انت كتير وتعرف على نفسك كتير. وتشوف انت عايز تبقى فين. فما تخليش ان الدراسه تطغى على الفن. بجد يعني انت تخيلي نفسك كده في الدنيا، انت تايهه وبتغرقي ومش عارفه الطريق. فبتقولي يا رب، طب يا رب ازاي وانت لازم تعملي حاجه؟ طب يا رب ازاي وانت لازم تعملي حاجه؟ لازم تعملي حاجه؟ لازم تعملي حاجه؟